الناس مفكرين زود بس والله بس والله يا عزيز محمد فقرته حلوة جبارة. ما أدري نايف عبد الرحمن ما أدري متى، ما حد يذكر متى قال فقرة عزيز محمد. كل يوم له فقرة في الأسبوع مرة واحدة، له فقرة واحدة اثنين اليوم إلا النقد، النقد يوميا. النقد اليوم بعد إيه يوميا حلو النقد. النقد إيه النقد والمخاطب اللي ما يأخذون أحد نادر ياخذون واحد فيه. لا لا مش سبت جمعة وما في نقد والله ما ادري. سبت جمعة وخميس وجمعة امس كان يمكن اول يوم له. ابو احمد رحيم يقوله ظاري النقد خمس ايام. هلا صدق ها هلا صدق في الصندوق يا رجل. انطر ما كنكم طولتوها طولناها يا حلق والله العظيم يا اكلتنا مو علشان صحيح اللي سويناها بس اقسم بالله طلعت لذيذه اكلنا منها دجاج هم صاروا يا علي لا صاروا نايف وعايض الزايد اعطونا ربع ساعه أنا. لا 25 دقيقه كذا وش طبختنا اليوم 25 دقيقه سامح معك وطبختنا حاره احنا فزنا فيها الا 21 دقيقه صح سلام صح والله 21 دقيقه معطينا صح ها 21 دقيقه معطينا صح امبرطال قافت معه امبرطال حي الله صبير الوقت قال 20 دقيقه قال 21 دقيقه يا عيال اللي ما قرا ذكاره يقرا ذكار انه معطيني يا سعود معطيني 21 دقيقه اعطاكم 21 احنا اتوقع نفسكم 21 يا 25 انه قال الشيف قال 20 دقيقه قال مقدم 21 دقيقه اعطانا 21 دقيقه انتم اكلتكم حاره ولا بارده؟ لا حاره سويتوا؟ يبغى حلو يعني سويت رياضتي كيف؟ وش الدجاج؟ دجاج مع شكله حاسس انت لابس بدله نفسك قطعتها لابس بدله بدال ست قطع خليتها ثمان قطعتها على اربع قطع اربع قطع اربع قطع اربع قطع والله مو ثمان 14 ها؟ هذا كان اللي في الارض الطيبه ذاك اي لا لان الدجاجه كبيره فعرفت الدجاج صدر الدجاج فقطعتها لا مو بشاورما دجاجه تجيك كذا صدرها كامل تقطعها زين ولا الثانيه تقطعها خليت على اربع 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 مع التوابل اعطاني الطريقه بس مع توابل مقدار والله توابلها حلوه حطيتها طال عمر السلامه مع الطحين ومع هذا وحطيتها بقصر الاواني شو اسمه هذا اي الحاره اخر مره لابس يا ولد اقولك شيء ما اخذت معنا يمكن ربع ساعه او عشر دقائق مع الزيت اقسم بالله اني اكل اتلذذ بالاكل اتلذذ لانك جا الشيف سوى اكلت انا اخذت نظاره جا الشيف سوى قام يقطع منها قطع من الثاني قام ياكل قام ياكل منها عجبته نظاره راح شاف سلطه الربع وراح شاف سلطه الربع اللي حاطين زبادي تحت مدري ابشر بالعوامل شافه مخبصين فزنا فيها 150 150 هم خذوا 100 100 بس خذوا 100 100 خذوا 100 100 جمهور الجمهور سيف الزعبي ونايف وعايض زايد انا طبخت زبادي زبادي ما ينطبخ ايش اسوي والله ما ادري حطيت زبادي على النار شلون يشوف سلطه ولا فول انا سلطه سلطه قلت لك انك تبي تسوي ايش والله ما ادري لكن انصدم ها شو هيدا اسف وكاد انها نحن رقعناها الانسان بس والله الجمهور فادوكم والله ايش طلعتوا من نقاط اليوم انا طبخت العشاء الامبراطور كل عيال اب 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 لا الامبراطور لازم ها